يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عرفنا أن توحيد الألوهية هو الذي يدخل في الإسلام، وأن توحيد الربوبية لم ينكره أحد، وقلتم حفظكم الله إن دلائل التوحيد ظاهرة وإن الشرك لا دليل عليه، ولكن خرج علينا في بلادنا بعض الدعاة يقولون بأن هؤلاء المشركين عباد القبور إنهم معذورون بجهلهم حتى تقام عليهم الحجة، وهؤلاء يا فضيلة الشيخ القبوريون لا يعترفون أصلا بمن يقيم عليهم الحجة ويتهمونه بأنه وهابي، فما الحكم في هؤلاء؟ الحكم أن الحجة قائمة ولله الحمد، تقام عليهم الحجة، نقول نعم قامت عليهم الحجة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وها هم يقرون برسالة الرسول ويزعمون أنهم يتبعونه، قامت عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة، ويقرؤون القرآن يحفظونه، قامت عليهم الحجة، أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، بلغهم القرآن، الحجة قائمة عليهم، نعم.